إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي أسامة معين خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد أن القطاع العام والخاص هما شريكان أساسيان في مسيرة التطور والنماء الاقتصادي بمملكة البحرين. القطاع العام أو قطاع الدولة، الدولة هي التي تنشئ البنية التحتية بالكامل في البلاد، هي التي تعطي القوانين، تسن القوانين، تعمل على دفع هذه القوانين باتجاهات إيجابية لجذب الاستثمارات، جذب رؤوس الأموال. كل هذه على عاتق القطاع العام، وهو ما يخدم به القطاع الخاص. فالقطاع الخاص يستفيد دائما من هذه العوامل ومن هذه الأسس التي يصنعها القطاع العام. فيجب أن يكون هناك دائما اتصال، ويجب أن يكون هناك تعاون كبير وبناء من أجل خدمة المواطن من خلال القطاع العام والقطاع الخاص.